السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم أحبتي آداب استخدام الواتساب. العنوان نفسه روعة، ولو لم أقول شيئا، آداب استخدام الواتساب، كأنه عنوان لأحد مؤلفات القرن الخامس. الله أكبر، هذا العنوان وأنا ما فكرت فيه. كيف لو فكرت آداب استخدام الواتساب؟ الواتساب الآن من أقوى وسائل الإعلام العالمية، يقول أظن يتابع أكثر من 4 مليار في العالم، يعني أكثر من أي قناة فضائية أو، ومع ذلك هو نعمة أو نقمة، إما عمار وإما دمار. الواتساب، اسمعوا الآن وصايا من أخيكم ومحبكم، انتبهوا. اتق الله لا ترسل مقطع عبر الواتساب في دمار لشخص أو أسرة أو فضيحة لإنسان، فيفضح الله من يرسل هذا على رؤوس الأشهاد. انتبه لا تهتك أستار أسرة أو فرد، فيهتك الله سترك وسرك، فإن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن يهتك أسرار. في الحديث من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته هتكه ولو في عقر داره، هتكه ولو في عقر داره. لا ترسل حديثا أو قصة حتى تتأكد هل يصح وثابت أو لا. كثير يرسلون مكذوبات، موضوعات لا تصح، تشوه عقول الناس وأفكار الناس. لا تساهم في نشر شائعة لا أصل لها، شائعة مضرة، شائعة مقلقة بالمجتمع والفرد والأسرة، شائعة تأتي بالدمار للأمة، شائعة لا خير فيها. احذر أن ترسل صور عارية أو صور خادشة للحياة، صور تفضح الأسر، تفضح المجتمعات، هذه والعياذ بالله سوف تحاسب. يوم تكتب في الواتس أو في غير تأكد، قوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، سوف تسأل عن كل حرف تكتبه وتوقف عنده وتسأل عن لماذا كتبت. حاول أن تجعل هذه الوسيلة وسيلة خير، وسيلة إصلاح، وسيلة نشر للعلم والوعي والأدب والمعرفة، جزاك الله خير، يعني احتسب الأجر في ذلك. لا ترسل كلاما يخل بالآداب وبالديانة وبالمروءة وبالشهامة وبالآداب العامة وبالحياة وبالذوق، احذر أن تفعل ذلك فتسأل. كل رسالة ترسلها بالواتس وبغيره هي إما لك وعليك، إما حسنات أو سيئات، ليس هناك حياد، ما في المسألة حياد، إما تكتب لك في ميزان حسناتك أو تكتب عليك. لماذا ما نستخدم الواتساب في الخير؟ لماذا ما ننشر البر، الصلة، بر الوالدين، صلة الرحم، الحياء العام، العدل، المحبة؟ انشر الأدعية الصحيحة والأذكار الصحيحة، انشر الآيات البينات، الحديث الثابت عن محمد صلى الله عليه وسلم، تكتب في ميزان حسناتك. هذا دعوة، ترى هي دعوة إلى الواتساب. منبر من لا منبر له. الله يريحك الواتساب، صرت أنت داعية ما شاء الله إلى الخير وإلى الفضيلة. أرسل من الكلام الطيب بعد ما تتأكد من صحته، أرسل فقط. ابتعدوا في الواتس عن النكات والطرائف الكاذبة الخادعة الخادشة للقبائل، للأسر، للأشخاص، للأفراد، هذه حرام. أحبة الواتساب وغيره سلاح ذو حدين، إناء إما عسل وإما سم، اتق الله فيما تحمله من جهاز. سنحاسب عما نقدمه ونكتبه ونرسله، علينا رقابة من الله. اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في البيوت. اللهم استرنا بسترك وعافنا بعفوك واشملنا برعايتك وتولى أمرنا يا رب العالمين، واحفظنا في أهلنا وأبنائنا وبناتنا وبنات المسلمين وأبناء المسلمين.